ما هي وكالة ناسا؟ هي وكالة حكومية أمريكية مستقلة تأسست سنة 1958 لبحث وتطوير المركبات الفضائية والقيام بأنشطة استكشاف الفضاء داخل وخارج الغلاف الجوي للأرض. وكلمة ناسا هي اختصار للإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء National Aeronautics and Space Administration، والتي تأسست كرد فعل على إطلاق الاتحاد السوفيتي لمشروع سبوتنيك سنة 1957، حيث نظمت الوكالة حول اللجنة الاستشارية الوطنية للملاحة الجوية والتي قام الكونغرس بإنشائها سنة 1915. بقيت وكالة ناسا خلال سنوات تأسيسها الأولى تحت إدارة حكومة الرئيس جون إف كينيدي، والذي اقترح أن ترسل الولايات المتحدة إنسانا إلى سطح القمر بحلول نهاية الستينيات، ولهذا صمم برنامج أبولو ليصبح رائد الفضاء الأمريكي نيل أرمسترونغ أول رجل هبط على سطح القمر. بدأت ناسا أعمالها في وضع برامج لرحلات فضائية بشرية، وقد ساعدت البرامج المختلفة مثل مشروع أبولو ومشروع ميركوري ومشروع جيميني. ساعدت ناسا في فهم كيفية الطيران في الفضاء، والتي نتج عنها هبوط أول بشري على سطح القمر سنة 1969. كما زارت المسابير الفضائية الروبوتية التابعة لوكالة ناسا كل كوكب في النظام الشمسي والعديد من الأجرام السماوية الأخرى، بالإضافة إلى أن التلسكوبات الخاصة بها قد مكنت العلماء من استكشاف مناطق بعيدة في الكون. وفرت الأقمار الصناعية كميات هائلة من البيانات والمعلومات حول الأرض، والتي أدت إلى التوصل لمعلومات مهمة ومفيدة للإنسان مثل الفهم الأفضل والأنجع لأنماط الطقس. ويذكر أن وكالة ناسا قد ساعدت على تطوير واختبار مجموعة متنوعة من الطائرات المتطورة، كما ساعدت اختبارات وكالة ناسا المهندسين على تحسين النقل الجوي، وساهمت تقنياتها في العديد من الأنشطة المستخدمة في الحياة اليومية مثل أجهزة الكشف عن الدخان وحتى في الاختبارات الطبية. تغير الهيكل التنظيمي لوكالة ناسا على مدى عقود، وذلك للوصول إلى أكبر كفاءة ممكنة والتأقلم مع التغيرات في أولوياتها بعد مشروع أبولو. وتقع مديريات البعثات التابعة لناسا في واشنطن، كما تمتلك ناسا 4 مكاتب رئيسية تعمل من خلالها على تحقيق أهدافها، وهي مكتب أبحاث علوم الطيران، مكتب أنظمة الاستكشاف، مكتب العلوم، ومكتب العمليات الفضائية.